Wanna move my feet? Wanna drop out one? Wanna move my feet? Wanna drop out one? Wanna move my feet? Wanna drop out one? شيرين طباش، زينب جابر، مسمر المحمد، ريهام صباحي، صبل طاهر، شيرين طه عراقي، ساحر رمضان احمد، سارة علي الوهاشي. قادة المستقبل خريجي الحكمة، اليوم هو اليوم الذي لطالما انتظرتموه، فأنتم قادة المستقبل الذين تحتاجه المملكة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنتم كخريجي الحكمة ستكونون دائما مصدرا للقوة والتغيير. مبروك خريجين الأعزاء، عائلة دار الحكمة كلها فخورة بكم، وفي أعلى مراتب المستقبل سيظل اسمكم مقروناً بالحكمة. نحمد الله ونشكره على هذه المناسبة السعيدة ونقول لها ألف ألف مبروك. أنا ووالدتك فوازي ابنتي الحبيبة تالا، ألف ألف مبروك التخرج، اليوم يومك وهذه المناسبة جميلة جداً ومميزة. I am proud of my daughter Anam Anwar. She has really worked very hard to achieve her master's degree in business administration. أبارك لابنتي جمانة الترتير على تخرجها وحصولها على مرتبة الشرف، وأتمنى لها مستقبل زاهر بإذن الله. حابة أبارك لأختي داليا على إنجازاتها خلال هذه السنين. ألف مبروك لك يا رغد أختي الجميلة اللطيفة الذكية الفنانة. I love you Varda and you made me proud and you really made it. أحب أبارك لجميع الخريجين وجميع الخريجات في جامعة دار الحكمة، ألف مبروك لهم جميعا، أتمنى أنهم دائما يواصلون في طلب المعرفة. اسمي دعاء باطويل، خريجة علاقات دولية، ماجستير علاقات دولية في جامعة دار الحكمة. أنا صراحة أحس نفسي من جد محظوظة أنه فتح لي باب تكمل دراسة الماجستير في دار الحكمة. تجربتي وخبرتي في الجامعة كانت مرة طويلة بحكم أنها 5 سنين غير التخصصات الباقية. مرينا بتجارب مرة كثير، مرينا بصعوبات، بس تخرجنا. I would like to thank my university, my parents, my family and friends for making this day possible. I feel incredibly thankful for the wonderful journey I had. بحب أتشكر كل شخص وقف معنا في هاي المرحلة الخمس سنين بعد كل جهد وتعب. أنا كثير فخورة أني جزء من Architecture Department من دار الحكمة University، لأنه هن عن جد هيئونا نكون ناس معتمدين حالنا كمهندسين. صراحة شكر كبير لكل اللي كانوا موجودين أو اللي درسونا، لكل يد يعني امتدت لنا، للأمهات والأبهات اللي اليوم حاضرين برضو معانا، لولاكم إحنا ما كنا اليوم هنا. وأعتقد اليوم هذا يعني أحد أكبر الإنجازات في حياتنا جميعاً، اللي هو وصولنا لهذه اللحظة أمامكم. After university, I'd expect it to be the same way as Dar al-Hikmah has prepared me. تجربتي في الجامعة تعتبر تجربة مميزة مختلفة، لأنها دائماً كانت الداعم لي، كانت دائماً المحفز لي والمحفز لنجاحاتي. أتطلع صراحة بعد التخرج أني أستمر على نفس المنوال اللي الجامعة ودتنا عليه، وأكون أخصائية علوم نطق ولغة وسمع. بناتي وأبنائي خريجي دار الحكمة، مبارك لكم هذا النجاح وهذا الإنجاز. هذا الإنجاز هو حصاد أعوام مرت من حياتكم، واليوم تقطفون أول ثمرة من ثماره. ما زالت الحياة مليئة بالتحديات، وأنا على ثقة أنكم بسلاح العلم قادرين على تخطي هذه التحديات.